والله لو علم الناس ما في الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل لما تكلموا كلمة إلا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة. أخوانا هذا الحديث كلنا يحفظه، لكن استمع معي دقيقة واحدة. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. هل تفهم يا سيدي ما معنى أن الله يصلي عليك؟ هل تفهم ما معنى أنني أنا العبد الفقير، أنني أنا العبد الذليل، أنني أنا العبد العاصي الذي طالما عصيت الله تبارك وتعالى وأنا أعرف أنه ينظر إلي ويطلع علي وأنا أستمر في المعاصي والذنوب؟ هل تعرف ما معنى أنني أنا العبد العاصي؟ الله يصلي علي. لا توجد عبادة في الدنيا توصلك إلى أن الله يصلي عليك إلا عبادة واحدة، هي الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ولذلك كان أحد الصحابة ناظرا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ساجدا ويطيل في السجود حتى إن هذا الصحابي خشي وخاف أن يكون سيدنا رسول الله قد مات، فقام يحرك جسده صلى الله عليه وسلم، فقام حضرة النبي متهللا متبسما سعيدا مسرورا. وجاء في الشمائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبسم استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكأن الشمس تجري في وجهه الشريف. فقام النبي عليه الصلاة والسلام متبسما وقائلا: أتاني جبريل وقال لي إن السلام يخصك بالسلام ويقول لك يا محمد: أما يرضيك أن أمتك إذا صلوا عليك فإن الله يصلي عليهم. فإن الله الله. نحن كلنا نحفظ هذا الحديث ويمر علينا هكذا مرور الكرام: يا سيدي الله يصلي عليك. قال الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يا أحباب، كلنا في ظلمات، والله كلنا في ظلمات، كلنا في ظلمات المعاصي والذنوب، والله كلنا في ظلمات الغفلة والبعد عن الله، والله كلنا في ظلمات طلب الدنيا والبعد عن طلب الله. يا أحباب، كلنا في ظلمات القلوب، وكلنا في ظلمات في حياتنا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. فما بالك لو أن الله تعالى يعدك بأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وما ذلك إلا من باب الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.